بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف. اليوم راح نجاوب على بعض من الأسئلة. خيرت بعض الأسئلة، هما 10 أسئلة راح نجاوب عليهم في الفيديو هذا. السؤال الأول: هل يجوز وضع الإيفوماك في فترة التزاوج؟ نعم يا أخي، يجوز وضع الإيفوماك في فترة التزاوج نظرا لنوع الإيفوماك اللي قاعد دير. على مارك، لا مارك اللي ما تحطهاش في فترة التزاوج إيفيتيها، ما تحطهاش خلاص. سؤال ثاني: لماذا يتم قص ديل الإناث؟ يا أخي، يتم قص ديل الإناث من أجل تقوية نسبة التلقيح بالنسبة للذكر، لأنه الطيور هذه خلقها الله عز وجل في القفص، ما هيش كما تاع الطبيعة. الطيور هذه تدخل الإنسان باش خلقها الله عز وجل في القفص، سبلها الانسان باش يسترزق منها. كاينين فيها ما نقولوش نقائص، لان الله عز وجل ما خلقش حاجه ناقصه، ما نقولوش نقائص. كاينين امورات لازم ندخلوا فيها، هذه الحكمه تاع الله عز وجل، مادام خلقها لنا في القفص ندخلوا فيها باش تنتجنا للمتعه، تنقص لها في الدين تاعها، وتنقص لها في الريش اللي هي جهه الاعضاء التناسليه تاعها. وكاين فيديو ها هو محطوط لهنا الفوق، ولا نخليه لك تحت في الرابط. سؤال ثالث: عندي طير عنده بدايه الجدري، واش ندير له؟ الطير عندك زوج دواوات تستعملهم، لكن الجدري تاعك في البدايه تاعك ابسط حاجه، لكن ما عندك والو، ما عندك حتى دواء، تقدر نيطوايلو بلو اوكسجيني ودير له الفازلين طواجر وشوف معاه. الا شفتو ما ارتاحش، عارف بلي الحاله راهي شويه متقدمه، الحاله راهي شويه متقدمه لهنا، تستعمل الايفوماك. الايفوماك هذا بوروان اللي يتحط في الرقبه، هذا الايفوماك تاع اوميغا، راهو ماشي هذا اللي نستعملوه انا، راهو حاط لك مليح للجدري تاع لاكال تاع الرجلين وتاع الباك. والله لا عاد الحاله متقدمه بزاف، تستعمل الدواء هذا قال، هو عباره عن بوماد، عباره عن بوماد. والدواء هذا راهو جد متوفر، وراهو يخدمو جزائري، تسمى كي تطلبوه من عند اللي تشريو عندهم لوام يوليو يجيبوه، يوليو يجيبوه. والدواء هذا راهو فعال، الدواء تاعو لاكام تاعو كل ما شاء الله. السؤال الرابع: عندي انثى حطت بيضه قبل ما يكون ليها الذكر، قادره تكون يعني ابلو، قادره تكون البيضه هذيك هي الاولى وهي الاخرى، حتى تزيد تجدد عنقود واحد اخر، ولا كان كملت الذكر درك حنا ما على بالناش وقت يلقح، ما على بالناش الذكر اسكو يلقح البيضه بعد ما تكون القشره تاعها، والله يلقح البيضه قبل ما تكون القشره تاعها، الله اعلم. المهم انت لهنا حط الذكر، يلقح والله ما يلقحش راك مضطر باش تخلي الكوفي باش تروبوزي الانثى في مرحله الحضن باش تعاود تجدد عنقود جديد، ما تلهفهاش. على الاقل راح لك الكوفي الاول تربح الكوفي الثاني. واحد قال لي ما يجوش انك دير الايفوماك لانه مكتوب بالعلبه تاع الايفوماك يجب استعماله على الذكر والانثى قبل بشهر من بدايه التزاوج. الله اعلم، هذه انا ما شفتهاش. مادام الماركه تاعك تاع الايفوماك اللي تاعك مكتوب على عليها كيما هكا، ما ديرش، ما نبرش من الماركه. لا كان على هذه، هذه ما شفتهاش. لي مارك الاخرين اللي معروفين تاع الطيور ما شفتهمش، لا عاد تاع الفيترينار الله اعلم. هذيك تاع الفيترينار راني نصحت ايفيتي عليك الماكسيموم، طيش عليك. السؤال السادس: هل نضع العش قبل التزاوج ام بعد التزاوج؟
العش تحطو كيما تحب صديقي، اخواتي تحطو العش كيما تحبو. قبل التزاوج بعد التزاوج ما يهمش. انا العش بالنسبه للمقنيين نحطو في جونفي، هما مازالو ما يولدوش قريب الافريل. يا ربي يالفهم اولاد علاوه. السؤال السابع، لماذا كل الاناث قص لهم ديلهم؟ هل هذا يساعد في التخصيب؟ نعم هذا يساعد في التخصيب. اي طير قص له شويه من الديل تاعو لانه يساعد في التخصيب. راهي ماهيش كما روجت في مواقع التواصل الاجتماعي يقصوا الديل باش يبان كروسر قصار وهضره راك يا اخي. كل ما تتقدم في التربيه تاع الطيور كل ما تولي ما تربطش على بعض التفاحات. شكرا. السؤال الثامن، نقدر ندير قطره زيت كبد الحوت في نصف بيضه؟ تقدر عادي تهز تحط قطره، بصح ننصحك ما ديرش لانه الاصفر تاع البيض هذاك فيه اوميغا 3. فيه اوميغا 3، وشكون اللي يعرف باللي فيه اوميغا 3؟ اخصائيين التغذيه تاع الرياضيين تاع كمال الاجسام، هما بريطانيين امريكيين والمان. حنا لهنا في الجزائر لحقنا في مده انك يكون الابيض تاع البيضه ما تكون ما تاكلش الاصفر. مثال برك، كومباري ما بين الكور تاع البريطاني وتاع الامريكاني وتاع الالماني وكومباري ما بين الكور الجزائري. والكور تاع الجزائري الا كان لقيتو مليح راه موش عايش في الجزائر. نقطه الى السطر، ما ديرش زيت كبد الحوت في البيضه لانه ديجا فيها الاوميغا 3. دير في حاجه اخرى، دير في حبوب باش تربح حاجه اخرى. السؤال التاسع، ما هي المده القصوى لوضع انثى البيض بعد بناء العش؟ المده القصوى لوضع بيضه من يوم الى شهر. كاينه انثى تبني العش وتضرب لك شهر باش تحط البيض، وهذه صارت معايا انا. انثى بنات العش في فيفري، لو 3 فيفري حطيت لها العش بدات تبني. لو 4 مارس حطت اول بيضه وانا بريباري ونحط. خاوتي كانوا هادو هما الاسئله اللي جاوبت عليهم، نتمنى اني فدت واستفدت. ما تنساش الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، ودعمونا القناه بارك الله فيكم. وشكرا على التدعيم لانه القناه لو كان ماهي بلا بكم ما وصلتش كيما هكا. وشكرا، نشكر ناس بزاف وخاصه نشكر احد رجال الكواليس محمد الامين وبارك الله فيك، ونتمنى تسمعني. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تفعيل الجرس والاشتراك بالقناه والضغط على زر الجرس.